Hi everybody! Today I'm going to show you how to make garlic mozzarella bread. السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير معكم فطيرة الجبل موتزاريلا والثوم على شكل بيتزا. نتمنى تعجبكم. Now we're gonna make garlic mozzarella bread. دابا غادي ندير معكم واحد الخبيزة بالموتزاريلا والثوم اللي كنرافقوها مع شوربه ديال السمك. المقادير اللي غنحتاجو الانغريدين ار 200 غرام ديال الدقيق الابيض, 200 غرام اوف فلاور, 1 تيسبون اوف اوريغانو, معلقه ديال الزعتر, 1/2 تيسبون اوف غارليك باودر, نص ملعقه ديال الثوم بودره, قليل من الملح لايك نص ملعقه ديال صغيره, some salt, 1 teaspoon of sugar, واحد ملعقة ديال السكر, الخميرة ملعقة صغيرة, 1 teaspoon of yeast, بيضة, 1 egg, وغناخدو ملعقة ديال تل جوج ملاعق ديال الزبدة, 2 tablespoon of butter, وعندنا كاس ديال حليب دافئ, 1 cup of warm milk. دابا غادي نبداو ناخدو بيضة مع الزبدة جوج ملاعق كبار, وغادي نضربهم هكا غير بالفورشيط. I'm gonna mix it egg with butter. صافي, وغادي نبدا باش نشكل العجين. ندير الدقيق فلاور غارليك اوريغانو الزعتر والثوم and salt, ملح وإبزار, no, اسمحوا لي, ملح وسكر, القليل من الخميرة, yeast and mixed. دابا غادي نضيف في خليط الزبدة والبيضة, I add egg with butter. وغادي نضيف الحليب عند ملك صافي ونعجن. دابا العجين هو جاهز, the dough is ready. غنخليه يختمر واحد شويه على ما صوت باش الدهنه اللي باغا ندهنو بها. I'll let it rest for 15 minutes. من بعد ما ارتاحت معنا العجين غادي دابا نحاول اني نشكلها نقرصها. I'm gonna shape it like this. بحال كنقرصو في الخبز العادي. دابا غادي ندوزو الحشوه اللي غنحطو فوق الخبز ديالنا. These are the ingredients for the topping for the garlic mozzarella bread. دابا غنحتاجو موتزاريلا تشيز, تشوبس سكاليون, عندنا البورو والبوارو مقطع رقيق غير الجانب الاخضر فيه ماشي الابيض, عندنا واحد توم, 1 chopped garlic, بيضة, egg, زبدة دايبة, malted butter. دابا غادي نقطع الموتزاريلا. I'm gonna cut the mozzarella cheese. I'm
دابا غناخذ هاد الزبده الدائبه اي هاف مالتش سبار وغادي نضيف عليها الثوم غارليك سكالين شوب سكالين وسميتو بوارو يعني الجانب الاخضر اللي فيه هو اللي محتاجين ما محتاجينش البوارو كله اللي هو البورو وقليل من الملح شويه الملحه سام سولت وغادي نحركوهم وغنخليهم جانبا باش غنخدمو بيهم من بعد وغادي نضربو هاد البيضه غادي نضربوها من بعد ما العجين ارتاح معانا غادي نحاول ندير فيه خطوط باش نتبلو وندخل فيه الفرماج I'm gonna cut it like this غادي ناخد يا إما عندكم شفرة حادة بحال هكا ولا موسي كفي you can use the knife من بعد ما قطعنا البيضة غادي دابا ندهنها بهاد البيضة I'm gonna brush it with egg wash حاول اني لبسها مزيان بالبيضة دابا غادي ندهنها بهاد الخليط ديال الزبدة مع الثوم مع البوارو I'm gonna brush it with butter scallion and garlic دابا غادي نضيف ليها موزاريلا دابا الموزاريلا I'm gonna put the mozzarella cheese like this دابا من بعد ما شكلناها الفرماج غادي نضيف ليها قليل من الابزار اي اد سام بيبر بلاك بيبر then I'm gonna put it in the oven at 350 degrees Fahrenheit for 40 minutes غادي دابا ندخلها الفرن على درجة الحرارة 180 أو 350 40 دقيقة هذا هو الشكل النهائي ديال الفطيرة اللي على شكل تقريبا بيتزا فطيرة الجبن موتزاريلا والثوم والبوارو قدروا نقدموها مع صوص طوماط يعني ولات كتوكة ديالنا والقليل من الزيتون فعلا فعلا غتعجبكم غتجيكم بحال بيتزا وألد ألد بكثير This is garlic mozzarella bread. Enjoy with your family. Bon appétit. هانتوما كيفاش كتجي فعلا كتجي رائعه جدا انا غنحاول نقطع معكم غير بيدي شوفوا الفرماج كيفاش كيجي منها فعلا لا تقاوم جربوها غتعجبكم نتوما وليداتكم بالصحه والعافيه